السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو ورد بيتصابتشاتشن ليتنا تسلام بلنا الكريستيان وغنوشاتشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو بدري ان جمهام ميليتو بتاكداتيوتن ليتنا تسلام ناتشو كنان الحمد لله. اللي ناتشو سلام ناتشو كان ياغا هولو السلام. ዛሬ አጠር ባለ ከዚህ በፊት አጠር ያለች ድራማ ሰርተን ነበርና እንትን ጭውውት እና ባረበኛ አድርጉልን ብላችሁ ነበር ማለት ነው። ከማሚ ጋር ነበር የሰራነው። ኢንሻአላህ ዛሬ ባረበኛ ስኪን ሞከር ማለት ነው። ስለ ረመዳን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እስቲ ወሐገ ረመዳን መቃዲ እስቲ ቡይ እሽ ናግስ ፍልቤት እሽ ፊፊ አነጣ ሰቡን ክሎሪክስ ላላ ሀጋክል ሀጋክል ረመዳን እናኩል እናኩል ሙ ነዳፋ በስ ነዳፋ ባል እድ ታሂን ረመዳን لازم يكون سفره مليان كل شيء ونحطوا عصيرو قهوه وما ادري شو يعني كل شيء تحين ايش تبغي انت طيب يعني جيبي لي مكرونه جيبي لي روز روز كم كيلو تبغي مكرونه كم كيلو الروز ابقى كيلو 10 كيلو 10 ما تكفينا 10 ماما طيب انا ابقى زي كده ممكن 10 كيلو ليومين ايوه لازم روز 10 كيلو خلاص خليهم يجيب 80 كيلو ممكن نص شهر 15 يوم ينفع 80 كيلو روز يس 80 መኮረና ካም ካርቶን 5 ካምስ ካርቶን 50 ካርቶን መኮረና 50 ካርቶን እስታን ሩዝ ቱት ካም ካርቶ ካም እንጂብ ሩዝ 80 ኪሎ መኮረና 50 ካርቶን ማትከፊ ነህና እንጂ كل شيء لازم يكون مليان سفره ناكل ونفطر ونسحر يعني ما تكفينا طيب توت كم ممكن اثنين يكفينا اثنين كرتون درزن اثنين يعني اثنين درزن طيب اثنين درزن ايش تبغى انت عشان نسوي اللي قلنا بي سفره كل شيء ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله 80 كيلو رز رز ايوه 5 كيلو مكرونه 5 كرتون يعني 5 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله هذا كثير رمضان ايش هو رمضان مو صوم مو حق شهر حق اكل لازم صوم رمضان سوي عباده رمضان سوي عباده سوي صلاه سوي صوم عشان كده مو تاكل طلبات كتير توك بعدين رزف وزباله كده رمضان حق صدقه سوي صدقه سوي مسكين سوي صلاه سوي ذكر زياده مو اكل زياده دحين نقوم زهور ايوه نقوم زهور ممكن ما في وقت ما في جوال ولا شيء ايوه بس نسوي اكل تنامي بدري تقومي بدري عشان شوربة من الساعة 11 لين مغرب نسوي شوربة وخضارات وما ادري ايش يعني بزو كثير نسوي كثير نسوي اكل عشان نقوم بدري نسوي بعدين فطور نكلس بعدين نسوي سحور كمان زي جديد طيب طيب انت تفكير اكل بس ما في ثاني شيء حاجه ما يسوي دعاء ما يسوي قران علمي كذا كمان هو لازم تبقى هو مسلم ولا لا لازم هو كمان تقرا قران تقرا حديث تسمع حديث تقرا وقت النوم يعني ناقص نوم وقت النوم وقت النوم وقت النوم لازم حق يقول ناقص شوي لازم هو تبقى لازم قران تقرا تسوي دعاء لا يعني تسوي بس يعني مو كثير يعني على قد يعني تسعد يعني يعني تشتغل لما شغل خلاص وبعدين تسوي زي ما ايوه رمضان لازم شغل زياده عشان ناقص رمضان مو حق اكل الشهر رمضان حق
قرآن حق رمضان إبادة وقت الإبادة. المهم رمضان ما في جوال ما في قرقر شغل بس أكل لازم يكون سفرة مليان. نقوم صباح نملي سفرة يجي أخواننا يجمعوا ما بعد نفطر ما بعد سكر ما بعد. طيب ماما فين أنا مثلي كلم بابا ماما يعني ما في جوال ليه ما في جوال؟ ما في جوال بعد يجي تكلمي وزي ما تبقي ما في جوال قرقر ما في ولا شيء كذا كذا. أنت تطولي سلام كمان بابا الكلم لازم يعني أنت كل يوم واحد يعني. كلام عندي أنت كل يوم ما تكلمي يعني قرقر قرقر قر ولا ما تطولي سؤالات كذا خلاص تسلي وتقومي تروحي شغل وتكلسي شغلك. أيوة لازم وقت ترتيبه مو مقفل الجوال طوالي لازم شوية جوال كمان في قرآن آيدي جوال في حدث آيدي من تيك توك من يوتيوب فيسبوك لا رمضان لا فيسبوك يوتيوب سوي قرآن جوال آيدي تكلمي ماما زيارة بابا زيارة تليفون آيدي ما في مشكلة هذا في كمان أجر هذا سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مجمرة يعني مثل أبار سيبا دولة تنيا ورمو وجوهو تسي عبرنا نقاط طيب ايش تبقوا حق رمضان مقعادي؟ رمضان عصبيزة يعني ايش عندنا في حياة؟ انا سجلت هنا 20 كيلو رز. لحظة ها؟ مو كذا قد على قدنا نفطر مو على كذا كثير ما ينفع. هنا رمضان دحين ترتبنا لا هم سويتوا اثنين بقرات مضروب. لحظة دحين نحنا مو زي اول نجيب كل شيء. لحظة يعني ندافع يعني ننقص وكل شيء يعني بالترتيب. دحين وقتنا نركز على ايه؟ على ابادة. ايوه حياة تنقصي شغل مو زي اول كده وقتا تسوي ترتيب حق الصلاة تسوي ترتيب حق القرآن تسوي كل شيء. طيب لازم اكل زيادة اكل زيادة اسوي مقادي. لحظة حبيبي لازم ملجا لحظة حبيبي ان احنا نسوي مو على قدنا نسوي مو كثير كده يعني تشوف ناس كده يابون سفرة وما ادريش ما ادريش لا هذا ما ينفع يعني نسوي ابادة. هذا الشهر السنة نلاقيها ممكن الثاني سنة نحنا في ولا ما في الله اعلم. هذا سنة نركز على ابادة الاكل الناكل على قدنا يعني مو كثير كده نابد. طيب بليل صوم صباح صوم بليل كمان صوم لا ما اكل اكل زناس اكل زناس ما في اكل كيف يقدر الناس لازم اكل مقعد زياده لازم مقعد. لا حبيبي ما قلنا كده نحن على قدنا نسوي ترتيب حق الشغل في حق عباده في مو قد كده نابد سفره وننجف بيت ما ادري ايش. لا هذا شهر نسوي دعاء حق عباده الثاني سنة ممكن نلاقي ممكن ما في ممكن في نحن الله أعلم ربنا يوصلنا. ولكن الحين نسوي شغل نكفر مو زي أول شغل أكل لا ننبي اللي سفرة يعني على قدنا نسوي ما قلنا ما نسوي سفرة ما قلنا ما نسوي أكل نسوي بس على قدنا. ليش تبغي حياة ما رمضان يعني روريكس. ايوه بعدين يعني رمضان كثير شغل انا ما تقوم يعني سليم. كيف دوامك يعني لا حبيبتي يعني مو قد كده نحن نسوي رمضان كثير وقت تاخذي حق عباده مو حق الشغل. شغل ننقص بعدين حق عباده وتنامي زي الناس تسوي عباداتك يعني كده. طيب مو زي كده ننبي سفرة ما ادريش لا على قدنا نسوي اكل وننجف بيت على قدنا يعني مو كثير. طيب مدام ما في خوف شغل كده قد كده وش جيب اللي دحين القرآن وسجادة وشرشف جديد كل شيء
عشان قديم حاجتنا كمان النادي ولا صدقة زين احنا يعني مساكين في النادي إلا فينا النام صح 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 صح. أنا أول تفكير مرة يبغى أكل زيادة، أنت الحين كلامك ساء مرة ما شاء الله تبارك الله قد كده إن شاء الله نسوي دعاء يوصلنا يوصلنا لك كمان رمضان ثاني إن شاء الله تقبلنا إلا مات الله يرحمه ويكفر له صار كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دينو عربينيو بقراس كيرنو عربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.